شيخ عرب همام، انا ليه عندك طلب ورجاء. تحت امرك يا هانم، امري. انا حرم عثمان بيك الفكاري. يعني حضرتك مش من حريم علي بيه؟ بعد هروب عثمان بيك اخدني اسيرة عنده. وطلباتك ايه يا هانم؟ تعتقني من علي بيك واكون مدينة لك بالفضل ده طول عمري. لا حول لا قوة الا بالله. فضل حضرتك مطرحك ضيفة معززة عنا، اللي عاوزه ربنا يكون. وده سر الشيخ عرب. سرك في بيه يا بنت الناس. سلام عليكم. عليكم السلام. خير يا همام؟ عاوزاك في ايه ستنا الشيخة؟ عاوزاني في طلب. مالك؟ ماليش، بس بيقولوا كل اللي يشوفها يتعلق فيه. اللي يشوفها يا ستي، انا اتحتت معاها وانا طالع في الارض. برضو عاوزاك ليه؟ ولا سر؟ ايوه سر. واه، سر علي انا؟ بعدين يا صلاح، بعدين، كله بأوان. ونويت ميتة ان شاء الله. نويت عليه على اوانه يا ابو درويش. لما روحك يا صلحة، انت مرة كبيرة عين. اتكلم لك بحراوي عشان اعجبك؟ قول لي شيخ عرب، ايه يعجبك شيخ عرب؟ قول لي. وانا لو عايز 100 جارية تتحدث معايا بحراوي، ايه اللي يمنعني؟ ايه اللي يمنعك؟ امنعك انا. بأمارة ايه يا صلحة؟ فرجيني. كذا أمارة، بنت عمك ومرتك وحبيبتك وولدك. يبقى تسكتي وتوعي الحديد زين. هقول لك ايه يا همام، هتقول لي المرة دي وسوست لك وقالت لك ايه ورجعتك شارب كده ليه ولا لا؟ صالحة، هتسيبيني انام مرتاح ولا ناوية تضايقيني؟ قول وبعدين نام على راحتك. ما هقولش وهنام مرتاح، وانت روحي نامي مع ورد اليمن. يلا هكلمك صح. وانا هتكلم صح. روحي نامي مع ضرتك، ما فيهاش رعف. خلاص قول ونام على مهلك. وانا ما ارجعش في كلامي. يلا روحي نامي هنا، يلا توكلي. ايه اللي حصل؟ اقول لك ايه، لم روحك. هتضايقيني هسيبك وانام وحدي في اي حته. لا لا، فرشتك وقعدتك اتفضل. بس كلام يعني، عسل ايه اللي زعله منك؟ وانت مالك؟ واه خلاص يا بوي براحتك. ده السر جاي علي انا يا همام. ايوه، ايه هو السر ده؟ وش معنى عليك انت؟ هتتخمدي ولا ولع فيكي؟ واه باين على همام طلع روحك. طلعت روحك انت. ورد اليمن. نعم. انا متغاظه قوي. متغاظه يبقى تقولي لي. خاتون عفريت هانم دي مالها؟ وقفه جاره الملكومه هتوسوسه. دي غلبانه قوي، ما هتقومش من على سجاده الصلاه. ايوه، بس كانت هتقول له ايه وليه ما رضيش يقول لي؟ همام شه، والمره لو قالت له على طلب ما ينفعش يقول ويكسفها. لا بس يقول لي انا صالحة ما يداريش علي حاجة. ما انت لو سبتيه كان هيقول، هو ما يحبش حد يقول له قول. اسم الله اسم الله، الربيعية هتعلم امها الرعية؟ هتعلمين يا بنت همام هيحب ايه وما يحبش ايه؟ لا بعد الشر، انا هقول على كد مخي يعني انه ما داراش، هو ما كانش عاوز يقول دلوق لانه ما يخبيش حاجة على صالحة ابدا. ايوه كده تعدلي، بس ممكن تكون قالت له ايه؟ محدش عارف، يمكن قالت له انا عاوز اتجوزك. في مرة تقول لراجل عاوز اتجوزك؟ مش عرفنا، مش يمكن كده في بحري؟